هتدير انا اللي هي. فالكلمه لك معالي المستشار سامي، تفضل. السلام عليكم، مساء الخير. مساء الضيوف الفل. الكرام، السيدات والسادة، يشرفني جدا بمقابلة جميعكم اليوم. أولا اسمحوا لي وأعبر أن مرحبا بكم لمحاضرة المحاضرة الثانية لندوة صالون الثقافة الصينية الصين في عيون الأصدقاء المصريين. أنا اسمي سامي يانكا، واسمي باللغة الصينية يان رونغها، المستشار الثقافي بالسفارة الصينية ومدير مركز ثقافة الصين بالقاهرة. أتمنى للجميع أن يتمتعوا بالندوة اليوم ويستفيدوا منها كما هي في السابق. تتناول الندوة اليوم على تجربة الصينية في تطبيق ونشر الثقافة التحول الرقمي في مجال التعليم والبحث العلمية، وما هي أوجه التعاون في هذا المجال. ومما نعرف جميعا في السنوات الأخيرة قد تم استخدام التكنولوجيا الرقمية وتطورت الاقتصاد الرقمي في الصين تطورا سريعا، ومهما في مجال الوقاية من الأوبئة ومكافحتها وتنمية الاقتصاد لمنطقة الجبلية النائية وبناء المدن الذكية، وحتى هنا حتى الناس مثلا لشراء الزجاج للمياه أو شراء الخضروات أو فواكه من الدكان على جانب الشارع. كل ما ذكرت أعلاه لا يستطيع أن ينفصل عن الرقمية أو عن عن الاقتصاد الرقمية. قد تطور المجتمع الصيني في السنوات الأخيرة تدريجيا إلى المجتمع الذكية وغير نقودية أيضا، ويشرفنا أيضا كبير شرف كبير لنا اليوم لندعو الأستاذ دكتور هشام فاروق علي، المساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ السيد تشانغ هواشان، المستشار التكنولوجي لسفارة الصين لدى مصر، ليتحدث معنا عن التعاون الصيني مصري في هذا المجال. الآن لنرحب المحاضرين، ويتفضل الأستاذ دكتور السوي أحمد، مؤسس الندوة، لإلقاء ملاحظات. تفضل. شكرا معالي المستشار استاذ ساميون. ونبدا طبعا، يعني احنا زي ما قلنا اختيارنا دايما بيبقى للموضوعات اللي هي ذات علاقه وسيطه واساسيه بين مصر والصين، سواء في مجالات التعليم، سواء في مجالات الاقتصاد، سواء في مجالات الثقافه، في اللغه، في كل شيء. يعني ندوتنا على مر 3 سنوات بتعتمد. وطبعا نحن زي ما قال معالي المستشار، التحول الرقمي بقى هو مبدا حياه، لان يعني لا يعني الجهل بيه مشكله كبيره جدا جدا، ان احنا نجهل استخدامنا للتحول الرقمي. وعلى ما اعتقد يعني، وطبعا هيوضح لنا الاستاذ دكتور هشام هذا، ان الاستخدام غير التكنولوجيا غير العلم فيه. احنا المحاضره النهارده ما هياش محاضره علميه او تكنولوجيه او شيء، هي محاضره اعتقد انها ثقافه، وهيبين من اهدافها هو ابراز مجالات التعاون بين مصر والصين في مجال التحول الرقمي، وخاصه في التعليم والبحث العلمي. لان طبعا الدكتور هشام ما شاء الله باذل جهد كبير جدا جدا، وبيعملوا بنيه اساسيه من يعني خطيره جدا، يعني يمكن المس فيها الكثير. طبعا هو وده بالتعاون مع الصين، وفي عقود واتفاقيات طبعا احنا لا داعي ان احنا يعني هو نتكلم دي كلها في مجال. هو طبعا هيكلمنا عن ايه يعني الرؤيه والانجازات اللي تمت في مجال التعليم العالي والبحث العلمي من خلال التحول الرقمي، وكان دور الصين ايه في هذا. وبعد كده هنشوف معانا معالي المستشار التكنولوجي الصين. فيبدا بقى معانا الدكتور هشام فاروق،
دكتور هشام فاروق ما شاء الله يعني حتى ماسك يعني كذا منصب له في الوزاره، وما بي يعني له دور كبير جدا جدا في عمليه التحول الرقمي. تفضل مع الدكتور. شكرا. Thank you very much. يعني المحاضرة بالعربي أم باللغة الإنجليزية دكتور صوت؟ بالعربي يا دكتور. لا بالعربي، احنا متفقين لأن معظم المساعدين احنا الدكتور هو معانا كده، هم معاهم مترجمين احنا ما معناش هي بالعربي، لأن هي موجهة للمصريين والصينيين اللي موجودين معانا معظمهم بيعرفوا عربي يعني. لا بالعربي بس. اتفضل. شكرا جزيلا للدعوة لهذه المحاضرة، وشكر في المقدمة دكتور صاوي اللي هي بيدعو لهذه المحاضرة منذ شهور لغاية ما نجحنا ان احنا نجح، يعني دكتور صاوي نجح ان احنا نحدد ميعاد يناسب الطرفين، وطبعا للسفارة الصينية وللديليجيتس المشرفين النهاردة في هذه المحاضرة من الجانب الصيني ومن السفارة الصينية. وإلا بس يعني في المقدمة أحب أوضح إن إحنا دائما في مجال التحول الرقمي هو وسيلة وليست الغاية، بنستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقديم خدمات سهلة وسريعة وآمنة ورخيصة الثمن للمواطنين. فهدف التحول الرقمي هو في حد ذاته تسهيل هذه الأهداف. فكل المشاريع اللي احنا بنشتغل فيها في معظم الوزارات في مصر بصفة خاصة التعليم العالي والبحث العلمي يعني بتهدف إلى هذا، إلى تحقيق هذا الهدف. في مجالات كتير بنشتغل فيها مع الجانب الصيني، وفي ملاحظة برضو أحب يعني برضو كده جانبية أحب أقولها للضيوف من الصين، إن هم الحقيقة تسهيلاً للتعاون بياخدوا أسماء سهلة علينا نعرف نقولها زي دكتور سامي ودكتور جان، والفريق من الشركات المصرية برضو عندهم أسماء نعرف سهلة علينا نعرف نتواصل من خلالها. التحول الرقمي في مصر في نبذة سريعة، وبعدين هتطرق لما نتواصل فيه مع الصديق الصيني، هو إن إحنا عندنا في وزارة التعليم العالي هي مسؤولة عن ثلاث محاور. المحور الأول المؤسسات التعليمية، والمحور الثاني هو المستشفيات الجامعية، والمحور الثالث هو البحث العلمي. المؤسسات التعليمية في جهة أكثر من 250 جامعة ومعهد علمي تدريسي تعليمي تابعين للوزارة، 27 جامعة حكومية، 28 جامعة خاصة، وثلاثة تكنولوجية، وأربعة أهلية. وعندنا في العام القادم هيبقى فيه كمان 11 جامعة جديدة ناشونال يونيفرسيتيز جامعة أهلية، وست جامعات تكنولوجية، وعندنا خمس جامعات فروع لجامعات أجنبية، وعندنا أكثر من 172 معهد خاص و45 معهد حكومي. عندنا كاتيجوريز مختلفة جدا بتتعامل مع حوالي 3 مليون طالب في المراحل، في المرحله الجامعيه. فالتخصصات المختلفه وانواع المؤسسات المختلفه عشان يحصل بينها تجانس ويحصل مونيتورنج للاحداث والانشطه اللي بتتم فيها، هي مهمه صعبه ان يبقى عندنا داشبورد او لوحه موحده لتجميع الانشطه المختلفه من كل معهد او جامعه بنتعامل معها. عندنا المجال الثاني هو مجال المستشفيات الجامعية، والتحول الرقمي فيها بيهدف برضو إلى أن يبقى فيه ميكنة للمستشفيات الجامعية، ويبقى فيه سجل الصحي للمواطن المصري Medical Health Record، وده حلم من 20 سنة بنحاول نعمله، أن يبقى عندنا سجل صحي للمواطنين المصريين يتنقلوا بيه بين المستشفيات وبعضها، يعني التاريخ المرضي يبقى مصاحب للمريض من أي مكان يروح فيه من مستشفى للأخرى. المجال الثالث هو البحث العلمي، ودي عندنا 11 معهد بحثي ما بين إلكترونيات وما بين فلزات وزراعة وطب وعيون، و
مركز قومي للبحوث فيه التخصصات كلها، عندنا حوالي أكثر من 8000 باحث في هذه المعاهد البحثية الـ11، غير المعاهد البحثية التابعة لوزارات أخرى. أنا يعني حدثنا عن المعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المستشفيات الجامعية عندنا 140 مستشفى جامعي بيخدموا أكثر من 20 مليون مريض سنويا، ما بين مريض في عيادات أو مريض بيدخل للمستشفى للإقامة حسب الحالات. فدي المجالات اللي احنا بنشتغل فيها ما بين في التحول الرقمي، وعندنا مجمع لمشروعات كل مجال من هذه المجالات، وبنحقق بعض الريبورتس كل فترة على الإنجازات اللي بتتم في هذه المشروعات. المشروع الأول، المحور الأول اللي هو التعليم الجامعي، عندنا فيه مشروعين ميجا بروجيكتس، وهما الاختبارات الإلكترونية والمستشفيات الجامعية، ده في المحور الثاني. الاختبارات الإلكترونية دي ما كانت الاختبارات لأكثر من 27 جامعة عشان نخدم بيها 2.2 مليون طالب. التعاون مع الجانب الصيني في هذه المشروعات، المشروع الخاص بالاختبارات الإلكترونية في تعاون وثيق من خلال شركات مقدمة التكنولوجيا في البنية التحتية من الشركات الصينية. أنا الحمد لله يعني تشرفت بإني زرت الصين في موبايل وورلد كونجرس النسخة 2019، هو ليه نسختين، نسخة في شنغهاي ونسخة أوروبية في برشلونة. السنة اللي فاتت من 2019 زرت النسخة الصينية، وحجم التطور التكنولوجي كان ظاهر بشدة في المنطقة في شرق العالم، من ناحية الشبكات الـ 5G وتطبيقاتها الرهيبة في كل المجالات، مجالات الصحية ومجالات الطبية ومجالات الانترنت اوف ثينجز والمدن الذكية بصفة خاصة. فالشركات البنية التحتية التعاون معنا في البنية التحتية الصينية كانت ظاهرة بشدة في هذا المحفل في 2019. ومن حسن حظي برضو الحقيقة الحمد لله أن أنا زرت النسخة الثانية الأخرى الأوروبية هذا العام في برشلونة، وبرضو التواجد الصيني كان رائع. التواجد الصيني كان في إحدى الشركات الصينية تقريبا واخدة نص قاعة كاملة من السبع قاعات بتعرض منتجاتها المختلفة، اللي هي بتخلي الطالب الخدمة ما يضطرش يدور على أكتر من مورد للخدمة، هو ممكن يروح لشركة واحدة هيلاقي عندها الحلول كلها، اللي هي بتبقى بتجهز نفسها لاحتياجات العميل المستقبلية. من ناحية الساعات التخزينية والتعامل مع البنية التحتية بطريقة سمارت، وإن إحنا نعرف نتعامل مع الحوسبة السحابية الكلاود كومبيوتينج، كل ده كان وظاهر في جناح الشركات الصينية في النسخ في هذا العام. فإحنا عندنا تعاون مع الجانب الصيني في مشروع الاختبارات الإلكترونية في الجامعات الحكومية. الاختبارات الإلكترونية عندنا في شقين، شق بنية تحتية وشق برمجيات. فالبنية التحتية فيها جزء المكون المركز البيانات اللي بيبقى في كل جامعة، وفي مركز البيانات الرئيسي. فعندنا حجم ضخم من الأعمال المطلوبة للبنية التحتية. الناحية الأخرى على الجانب الآخر في جانب المستشفيات الجامعية، عندنا المشروع القومي لميكانة المستشفيات الجامعية، لميكانة 140 مستشفى، المرحلة الأولى منه ما كانت 80 مستشفى جامعي، وده برضو شقين، شق بنية تحتية وشق برمجيات، وبرضو تواجد الجانب الشركات الصينية معانا واضح وقوي وظاهر جدا. عندنا مجال ثالث نقوله برضو في هذا المحفل، فرصة طيبة، ان عندنا 17 جامعة اللي أشرت إليهم في المقدمة، 11 جامعة أهلية والست جامعات تكنولوجية، كان مطروح الكراسات الخاصة بالبنية التحتية لهذه الجامعات 17. والحقيقة الشركات الصينية شالت
تحملت تقريبا او يعني هتقوم بتاسيس معظم هذه الجامعات، وده يعني حمل قوي جدا يقدر ربنا يقدرهم عليه لتاسيس البنيه التحتيه للجامعات اللي احنا عايزين نشغلها على العام الاكاديمي القادم. شركات يعني كانت المنافسه شديده جدا بين الشركات المقدمه للحلول التكنولوجيه في هذا المشروع، والجانب الصيني يعني كان له نصيب الاكبر في المشروعات، يعني على وشك ان شاء الله ان يبقى في كونتراكتنج مع الجانب الصيني، شركات موارد التكنولوجيا الصينيه في هذا المجال. فاحنا بنستهدف ان احنا يبقى عندنا بنيه تحتيه قويه مع شركاء دوليين. عندنا شغل بنعمله حاليا مع الشركات الدوليه بصفه عامه علشان يبقى في تعاون في مجال حدائق العلوم ساينس بارك او ديئه العلوم والتكنولوجيا. واحنا برضو من البحث لقينا ان الشركات الصينيه عندها باع قوي في هذا المجال في كذا ولايه من الولايات او مدن من المدن الصينيه، وخرجوا بره الصين كمان وبقى ليهم تواجد في دول اخرى، وان بقى في ساينس بارك عرفنا عنها برضو قريب في الهند، برضو محققه انجازات على المجال التكنولوجي ساينس بارك او اوديه العلوم. هو التوجه العالمي الجديد للجمع بين المجال البحثي والمجال الاكاديمي والحاضنات، حاضنات الاعمال، عشان يبقى في تواصل ما بين الجانب البحثي مع الجانب الاكاديمي. فده المحور الثالث اللي ممكن يبقى فيه تعاون فيه مع هيحصل ان شاء الله تعاون فيه مع الجانب الصيني. عندنا برضو انا يعني از الخلفيه البحثيه ليا بجانب الوظيفه الحاليه ان انا معهد بوس الالكترونيات، فكان في وفد من معهد بوس الالكترونيات زار الصين من حوالي 3 سنوات وحصل اتفاقيات تعاون، وبقى في تعاون لانشاء موجود حاليا في محافظه سوهاج اللي هو مركز تصنيع الألواح الطاقة الشمسية اللي هي الطاقة النظيفة اللي هي المستقبل رايح ليها إن شاء الله. إن بقى في عندنا معمل أو مصنع لإنتاج، هو هيبتدي يعني الأبحاث فيه قربت تخلص وهيبتدي يدخل مرحلة الإنتاج قريبا. وفي تعاونيات أخرى في مجالات الزراعة وفي مجالات الصناعة. الحقيقة المحاور عديدة ومتعددة في هذا المجال. فعندنا المستشفيات وعندنا الجامعات الأهلية وعندنا الطاقة الجديدة وعندنا حاجات في مجال الزراعة وعندنا حاجات في مجال المدن الذكية، والمجال الأخير هو مجال أودية العلوم والتكنولوجيا. فالمجالات متعددة وبيحصل تعاون مستمر، والحقيقة لما بيحصل أي تواصل مع الجانب الصيني بنلاقي رد سريع. لسه امبارح كلمت الريجونال مانجر لإحدى الشركات الصينية، 5 دقايق لقيت الرد على الطلب اللي أنا كنت طالبه، لقيتهم بيكلموني. 5 دقايق بعديها لقيت البيانات اللي أنا كنت عايزها جات لي على الواتس وعلى الميل. يعني حاجة رائعة وسرعة في التواصل، ونفسنا ان يعني نهدف ان شاء الله لتعاونات اخرى مستقبليه في المجالات البحثيه والتعليميه وفي مجال المستشفيات، الثلاث مجالات اللي احنا بنشتغل فيهم. مش عايز اطول على حضراتكم يعني، وبشكر دكتور السار مره ثانيه والساده الحضور على وقتهم، وان احنا يوم اجازه هنا في مصر، وفي كمان شويه في حدث كده الناس كلها مستنياه للمباراه الدوليه، ف احنا غامرنا باختيار هذا الميعاد علشان ما نبقاش طولنا المسافه طويله من احنا الميعاد اللي احنا عايزين المحاضره دي كنا بنجهز لها بقالنا فتره. فاشكر حضراتكم شكرا جزيلا على الحضور، ودكتور صاوي لو في اي تساؤلات انا مع حضراتكم. شكرا على الايجاز اللي طبعا دكتور هشام هو طبيعته ان هو يعني هذه يعني بدي الكلمة الواحدة تساوي 1000 كلمة، يعني معناها كبير. وهو طبعا لأنه ما شاء الله عليه هو خبير طبعا متخصص التكنولوجيا، هو أصلا في عايش التكنولوجيا من بداية حياته يعني. معانا طبعا هيكلمنا بقى باللغة الإنجليزية، فياريت لو في حد بقى يترجم لنا يبقى كويس يا استاذ فادي، مفيش مشكله بقى.
هنعرف نعرف نص الكلام. معانا سعادة المستشار جون شون، المستشار التكنولوجي بالسفارة الصينية بالقاهرة، هيكلمنا برضو عن يعني دور التعاون بين مصر والصين في مجال التحول الرقمي. وطبعا هم لهم دور زي ما قال الدكتور هشام، فيه يعني الدكتور هشام لم ذكر الخطوط العريضة، لأن طبعا لو قاعد يدي تفاصيل هيدي ساعات وساعات يعني. وهو طبعا راح الصين هناك، ومن شروط الصالون ان احنا هنا بنقول الصين في عيون المصريين، كل من ذهب الى الصين وشاف على الطبيعه بيحكي، زائد بقى التعاون بعد ما بيجي كمان يعني، هي تجربه حياه من خلال ضيوف الصالون ان شاء الله. فليتقدم معنا بقى استاذ فادي معالي المستشار زون شيانغ، هاي شيانغ، المستشار التكنولوجي بالسفارة الصينية بالقاهرة. تفضل. Okay. 亲爱的朋友们，下午好。الدكتور هشام فاروق محترم، والدكتور أستاذ ساوي محترم، وسيد مستشار يان هونغهاو، وسيدات وسادة وأصدقاء، مساء الخير. 非常高兴来参加这个线上的沙龙。这个沙龙 在中埃之间架起一个相互了解的桥梁。刚才我也听了这个就是尊敬的西夏姆博士的精彩发言，通过我的同事的翻译，然后我从他的发言里面了解了埃及的数字化进程，还有埃及和中国相互之间合作的进展，给我留下了非常深刻的印象。 أنا مسرور بمشاركة هذه الصالون عبر الإنترنت، وأنا أعرف أن هذا الصالون هو يعتبر جسراً لتواصل التعاون بين الصين ومصر، ومن خلال خطاب وكلمة التي ألقاها دكتور هشام فاروق، عرفت كثيرا من المشاريع والأوضاع التطور التحول الرقمي في مصر، وعرفت أيضا عملية التحول الرقمي في مصر. 下面呢，请允许我，因为我准备了一个就是讲稿，下面呢，请允许我用英语继续发言。我今天主要讲三个方面的问题，一个是介绍中国科学发展情况，一个是呢。 讲一下这个科学是如何影响我们的生活，我主要是想举北京奥林匹克运动会的例子来说明这一点，然后最后呢，我想介绍一下中埃双方之间的科技合作的一些情况。 فيما يلي اسمحوا لي أن أتقدم ألقي خطابي بالكلمة باللغة الإنجليزية، وسوف أقسمها إلى ثلاث أقسام. القسم الأول سوف أتقدم لكم أوضاع وحالات تطور علمي التكنولوجيا في الصين، والقسم الثاني سوف أريكم كيف علمي وتقنية والتكنولوجيا والعلمي الصين كيف يؤثر على حياة الشعب في الصين، وسوف أضرب مثلا أخذ مثلا من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022. القسم الثالث سوف أقدم لكم حالات ومشاريع التعاون الصينية والمصري في مجال التكنولوجيا. As we all know, the rapid progress of science and technology are shaping the world vigorously. Every country wants to catch the tide of new round science and technology revolution and industry transformation to make their economy and people's living situation better, greener, and easier than before. China also does.
But earlier was the establishment of the People's Republic of China. China lays great emphasis on the development of science and technology, especially in recent years, under the leadership of Chinese President Xi Jinping. Innovation-driven development has become a national strategy. It has been the core of China's overall national development. China is actively engaging in a new round of science and technology revolution and industrial transformation. The science and technology development in China has made remarkable achievements. In 2021, China rose to 12th in the world's ranking of innovation capability. Total on research and development expenditure of China reached 2.79 trillion Chinese yuan, of which 76 come from the business sector. Research and development spending accounted for 2.4% of China's GDP. Breakthroughs in many fields were made, such as manned space flights, mass exploration, resource exploration, quantum science and technology, energy projects, and other areas. Science and technology innovation have provided strong support in adapting and leading the new normal economy developments, as well as maintaining the stable developments of the economy. The integration of digital technology with the real economy is accelerating in China in recent years. In 2021, the number 1 billion and the internet penetration rate was 73%. The scale of internet-related service industry reached to 1.5 trillion yuan, mainly focused on live service, e-commerce, social communication, and entertainment. Due to the effects of COVID-19, global economic development has become more unstable and uncertain. Digital economy has become an important part of China's global cooperation, especially with countries and regions along the Belt and Road. China has signed cooperation documents on strengthening the digital Silk Road with a number of countries. In recent years, digital economy cooperation has become a priority of China-Africa cooperation. Cooperation has yielded fruitful results in many areas, from digital infrastructure construction and the social digital transformation to application of new technologies, such as the Internet of Things and mobile finance. But the second, I would like to show how high technology and digitalization can change our lives. Next, I would like to take the 2022 Beijing Winter Olympic Games as an example to illustrate this. To make the Beijing Olympic Winter Games a high technology one, priority research task on zero emission energy supply, green travel, 5G sharing, smart game watching, sports technology, clean environment and safe games has been carried out. The aim is to provide critical technology support for running, participating, and watching the winter games, and address the major needs of winter Olympic projects and key application scenarios, thus helping present it to the world a fantastic, extraordinary, and excellent Olympic winter games. For example, in Olympic Village for the Beijing 2022 Winter Olympic Games, smart facilities have created a comfortable and convenient living environment for Olympic
acidities and the person. At the opening ceremony of the games, a super large 8K actual high definition ground display system presented a breathtaking view of effects. The national speed skating over a venue for the games that has been held as the fastest ice has enabled athletes to indulge their passion for speed. And the average weather forecast system featuring a 10 minutes follow-up cycle and a 100 meter resolution has guaranteed the smooth running of competitions in the mountains of the Yanqing competition zone. The splendid opening ceremony avail fists to a global audience couldn't have been so magnificent without the super large 8K actual high definition ground display system and modern technologies in such fields as artificial intelligence-based real-time motion capture and naked eye 3D display. The higher quality ice surface in the national speed skating oven are attributes to a carbon dioxide transcriptical direct cooling ice machine system independently developed by China. The liquid carbon dioxide floating in stainless steel tubes that stretch over 120 kilometers under the ice surface of the venue ensure that the variation in the temperature of the ice surface does not exceed 0.5 degrees Celsius. For the first time in the Olympic history, the Beijing Winter Olympics has achieved 100% green electricity supplies for all venues, thanks to the renewable energy flexible direct current power grids demonstration projects. As a key supporting project for the Beijing Olympic Winter Games, the renewable energy flexible projects is able to current flat to 18 wind power, photovoltaic, and other clean energies into stable electricity and transmit it to Beijing, helping achieve 100% clean energy electricity supply of all competition venues in Beijing for the first time in the history of the Olympics. During the Games, 212 hydrogen fuel cell buses were in service. Energy efficiency and cleaning energy vehicles almost make up the entire minibus fleet and account for more than 8% of all vehicles, making a full carbon neutral Beijing Olympic Winter Games. An AI sign language, Arcor can not only report news, but also conduct live sign language broadcasts of the events. It's good for hearing impaired persons, but they can also enjoy the exciting events of the Winter Olympic Games. The AI Arcor is a sign language translation engine and neutral motion engine driven by voice recognition and the natural speech comprehension technologies. The technologies that have added glamour to Beijing 2022 will also inject impetus into the sustainable development of China and the rest of the world, as effects are made to further promote their application. The technology empowered Beijing 2022 Winter Olympic Games is the epitome of how innovation propel human progress. High technology have not only played a unique role in the preparations of the Beijing Olympic Games,
but will also serve people's needs for a better life in the future. After the games, science and technology will continue to be an indispensable and important force in helping the general public have access to a better life. The third, I would like to talk about the situation and the prospects of science and technology cooperation and the collaboration between China and Egypt. The friendship between our two countries is long-standing, with our two countries have established diplomatic relations in 1956. Over the past 66 years, China and Egypt has supported and trusted with each other. In the fields of science and technologies, our two countries have also established extensive cooperative relations. As early as 1983, China and Egypt signed an agreement on science and technology cooperation between the two governments. In 2016, the Ministry of Science and Technology signed a MOU on science and technology cooperation with Higher Education and Science Research of Egypt. Under the framework of this cooperation MOU, the two countries jointly implemented the Young Talents Scientists Program, with hundreds of Egyptian young scientists coming to do research in China. And we also have joint funding research projects, which have lasted for 4 years. Now the fifth call of China-Egypt joint funding research program, receiving more than 200 applications. In the space and aviation fields, our two sides have also cooperated very closely. Egypt's engineers and their Chinese counterparts are working closely and heartily in the construction of Egypt's satellite assembly, integration, and testing center, developing the satellite projects, which is the remote sensing satellites. At the same time, China is helping Egypt constructing its space city, building its aerospace team, jointly training Egyptian aerospace experts and developing aerospace education. Moreover, our two sides have carried out fruitful cooperation in joint laboratory, technology transfer, science and technology park, science and technology assessments. For example, in 2014, China and Egypt launched the first joint laboratory, China-Egypt Joint Laboratory for Renewable Energy. In addition to cooperation at the government level, the science and technology cooperation between institutions, enterprises, and universities is also very active. Recently, I learned that China's DD driving company come to Egypt under the epidemic situation and sets their branch in Egypt. They are very optimistic about digitalization markets and development potential of Egypt. The Shanghai Institute of Microsystems and Information Technology of the China Academy of Science and Electronic Research Institute of Egypt signed an MOU of cooperation, hoping to carry out cooperation in the field of microelectronics. I think all this has laid a concrete foundation for further strengthening China-Egypt's scientific and technology cooperation. Nowadays, both China and Egypt put strong emphasis on the importance of international cooperation, the virtual role of science, research, and innovation as an essential tool for development. China is promoting transformation and the upgrading of its development, and Egypt is implementing the version 2030 strategy. This can generate more cooperation opportunities in the fields of science, technology, and innovation.
in the near future. In his keynote speech at the opening ceremony of the 8th Ministry Conference of the Forum on China-Africa Cooperation, President Xi proposed that China will work closely with African countries to implement 9 programs. One of the 9 programs is the Digital Innovation Program. Its main content includes building a China-Africa satellite remote sensing application cooperation center, supporting the establishment of China-Africa joint laboratories, partner research institutes, and a scientific and technological innovation cooperation basis, jointly expanding cooperation on Silk Road in e-commerce, and effective helping every country narrow the digital divide and catch up with the global digital economy. We hope to strengthen cooperation with our Egypt counterparts, jointly make efforts to further promote the cooperation between China and Egypt in the fields of science and technology. Thank you. يا دكتور ساوي الو يا دكتور ساوي ايوه السماعه انا عمال اتكلم فاكر ان الصوت واضح. شكرا لمعالي المستشار جون شيانغ مستشار التكنولوجيا بالسفاره الصينيه على كلماته. واعتقد دلوقتي مش عارف يعني انا متهيألي ان لو الدكتور هشام على الاول يعني انا برضو عاوز نعمل تكامل بينهم الاثنين، فلو كان الدكتور هشام له مش تعليق توضيح اكتر للي قاله عشان برضو في بعضنا لا يعرف الانجليزيه، فممكن برضو تلخصنا يعني الحاجه اللي فيها مفيده للمستمع يعني لو امكن يا دكتور هشام، وبعدين هنفتح باب الحوار. كانت كلمة ثرية جدا دي، عايزة بقى جلسات دراسة للمشاريع دي وكيفية استكمالها مع سيادة المستشار التكنولوجي بالسفارة هنا. ماشي، ما انا عاوز برضو احنا كجمهور نعرف محتوى اللي قاله كده. طبعا في كتير عارفين الانجليزي، لكن ايه يعني الخلاصة كده في كلمتين 3 دقايق بالظبط كده، يعني تقول لنا يعني ايه المخرج، يعني ايه الجديد غير اللي حضرتك قلته في كلمة المستشار. هي التفاصيل الحقيقة تفاصيل تكنولوجية على مشاريع بتجري حاليا مع البحث العلمي، وحصل حديث على مجال في الايروسبيس وهيئة الفضاء، ودي مجالات برضو الحقيقة هيئة الفضاء المصرية ومصر تستضيف كمان هيئة الفضاء الأفريقية، فده مجال أنا الحقيقة ما قلتوش برضو من المجالات اللي عرضناها. ودي هيئة الفضاء بتتبع برضو معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، فده مجال مهم جدا وخطير ومستقبل ليه، وخاصة ان بقى فيه تكنولوجيات وتطبيقات كتير مبنية على تطبيقات الساتلايتس والأقمار الصناعية وصور الأقمار الصناعية في المجال الزراعي وفي مجال الترانسبورتيشن وفي مجال الفوركاستنج اللي هو التنبؤ بالتغيرات المناخية. ده تطبيق، ده مجال مهم جدا، دي من أهم المجالات اللي تطرق ليها معالي المستشار في كلماته. كويس، ده اللي أنا محتاجه، لأن يعني يبقى فيه تكامل. أنا عارف الدكتور هشام طبعا اتكلم على ما يخصه، هو دقيق جدا في مجال الاريا بتاعته في التحول الرقمي في مجال التعليم العالي، واللي هو المشاريع اللي هو يعني صباحا مساء شغال بيها من أسوان لغاية اسكندرية في جميع الجامعات، وزي ما ذكر حاجة واقعية ملموسة هو اتكلم عنه، ما تطرقش لغير مجاله. فسعادة المستشار السقاء التكنولوجي كمل حاجات حلوة جدا، واعتقد ان فيه الكثير والكثير، يعني
لو اتكلمنا مع المستشار التعليمي ان شاء الله في الندوات القادمه هيطلع لنا برضو مجالات تانية. احنا يعني بنركز برضو في الحاجات اللي هي واقعيه واللي ملموسه، لان احنا بنقول الصالون عباره عن اللي تعاملوا مع الصين سواء زاروها او تعاملوا معاه عن قرب، وحاجات واقعيه من خلال تجربه وليس من خلال الكلام والجرائد والصحف. احنا بنتكلم كلام واقعي. فسيد الدكتور هشام مساعد الوزير يتكلم عن الواقع بتاعه في مجال التحول الرقمي، والساعات المستشار برضه تتكلم عن المجال بتاعه كمستشار تكنولوجي في كثير من الجدوى، وهناك الكثير والكثير. هنفتح باب الحوار طبعا معنا للحوار، اي استفسارات اي حاجة، واتمنى من الزملاء ان يبقى الحوار كله حوالين الموضوع الندوة، لان كل ندوة عندنا لها موضوعها، فاي حد له سؤال في مجال اخر يبقى بعد الحوار ممكن نتكلم مع المستشار في حياته. ماشي، اوكي. فمعانا الاستاذ عبد المعطي رئيس تحرير مجله افاق السويه وبالهيئه العامه للاستعلامات، وعلى فكره المجله عامله شغل حلو جدا جدا بين مصر، بين هيئه الاستعلامات والصين، وانا شاركت بابحاث فيها، وان شاء الله برضو انا يعني بجيب رجله عشان عاوزينه برضو هيعمل لنا ندوه ان شاء الله عن دور هيئه الاستعلامات والإعلام في التواصل بين مصر والصين، ولأن المجلة بتاعته أفاق آسيوية والصين أكبر دولة في آسيا فلازم يكون لها ده. هو كان له استفسار أو تعليق فليتفضل. تفضل يا أستاذ عبد المعطي، بس افتح الميكروفون، المايك عندك. أيوه تفضل. لا تمام، متشكر جزيلا استاذنا الكبير الدكتور الساوي على مبادرتك وعلى الصالون وعلى الدعوه الكريمه. يعني حضرتك من المؤمنين بشده بالتعاون واهميه التعاون المصري الصيني والتعاون العربي الصيني والافريقي الصيني بصفه عامه. الدوريه اللي حضرتك كلمت عنها هي ايضا بتصدر باللغات العربيه والانجليزيه والصينيه، ومعنا 2 اساتذه من جمهوريه الصين الشعبيه من لجنه التحكيم ايضا موجودين في لجنة تحكيم الدورية، وهي أيضا أحد أهدافها تعزيز العلاقات بين الشعبين المصري والصين. بشكر السادة المتحدثين، أستاذنا الدكتور هشام الحقيقة اللي يعني أوجز فأنجز يعني ووصل الرسالة بوضوح، وأيضا المستشار جون شيانغ، وأيضا برحب بسيادة المستشار سامي يانغ، والحقيقة ما تشرفتش لسه أن أنا أقابله، يعني كان صديقي وزارني المستشار الثقافي السابق في مكتبي، ويسعدني أيضا التعاون في كل ما يعزز العلاقات المصرية الصينية. أنا باختصار شديد جدا عايز أتكلم في نقطتين ثلاثة. أنا زرت الصين كتير جدا، أنا بتردد على جمهورية الصين الشعبية منذ عام 1995. زرت الصين خلال هذه الفترة حوالي 6 أو 7 مرات، في كل مرة بلاحظ وبشوف، يعني زرت معظم المقاطعات بحكم عملي، ولدينا بدخولات تعاون مع جهات عديدة في الصين. ومش عايز أخرج عن موضوع الندوة، ولكن الذي له علاقة بالندوة أنني زرت جامعة الاتصالات الصينية CUC مرتين، وآخر مرة منهم كانت عام 2019، قضيت فيها أسبوع حيث عقد هناك المؤتمر. أنا عضو في شبكة صحفي الحزام والطريق، وحضرت بهذه الصفة المؤتمر الأخير قبل كورونا في جامعة الصين للاتصالات، وهي جامعة دولية ضخمة جدا وعريقة، وده له علاقة بعدة نقاط ونعلق على موضوع الندوة بها سريع. النقطة الأولى، يعني بحكم تخصصي في العلوم السياسية والاستراتيجية والعلاقات الدولية، عايز أقول أنه خلال الشهر الأخير حدث تطور مهم في المجتمع الدولي نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، له علاقة بموضوع ندوتنا اليوم. كيف؟ العالم كله والخبراء بيتكلموا عن تأثير هذه الحرب ونتائجها على النظام السياسي الدولي. أنا أريد أن أختلف مع هذا الرأي، أن التطور الرهيب الذي حصل نتيجة هذه الحرب يتعلق بالنظام الاقتصادي الدولي. شهدنا استخدام الاقتصاد والتكنولوجيا والتعاون والرياضة حتى كأدوات لتحقيق أهداف سياسية في العلاقات الدولية. هذا الأمر
يجعل من الضروري والمفيد لنا في مصر وفي العالم العربي وفي العالم الثالث ككل التركيز على التعاون مع الصين في مجال التكنولوجيا والاقتصاد، لأن هذا هو التعاون الآمن الذي لن يستخدمه أي طرف من الأطراف لإخضاع الطرف الآخر لأهداف سياسية. الصين هي البديل الآن أمامنا لاستخدام التكنولوجيا في كل المجالات، ونحن في العالم الثالث شركاء مهمين ومفيدين لجمهورية الصين الشعبية في التعاون التكنولوجي والاقتصادي، لأن هناك أطراف أخرى تستخدم هذه الأدوات عندما تريد من أجل تحقيق أهداف سياسية. هذا تطور مهم جدا، هينعكس في التجارة وفي التعاون العلمي والتكنولوجي، وينعكس في مجالات عديدة. إذن نحن في حاجة إلى تكثيف التعاون في مجال العلمي والتكنولوجي، بالذات في مجال التكنولوجيا الرقمية، مع جمهورية الصين الشعبية. النقطة الأخرى أن تكنولوجيا التحول الرقمي هي لا تتعلق فقط بتخصصها. يمكن أشار كده الدكتور هشام بوضوح في كذا مثل، أنه التقدم في مجال الطب، في مجال الزراعة، في مجال الصناعة، في مجال الفضاء، في مجال الإدارة، في جميع المجالات يحتاج إلى التقدم في مجال التطور الرقمي. ماذا نريد نحن في مصر من جمهورية الصين الشعبية في مجال التحول الرقمي؟ أشرت في البداية أنني زرت جامعة CUC، جامعة الاتصالات الصينية، وشفت مدى التقدم الموجود هناك، ووجهت دعوة للدكتورة زانج وهي من الأساتذة المرموقين دوليا، وبالفعل زارت مصر وعقدت اتفاقات مع الجامعة البريطانية في مصر، وزارت جامعة قناة السويس، وعقدت أيضا العديد من الاتفاقات. نريد من الصين أن تساعدنا ليس في الحصول على التكنولوجيا، ولكن طبقا للمثل الصيني أن تساعدنا في التدريب وفي التعليم وفي تطوير التعليم. وأنا هضرب مثالين بسرعة عشان هختم، وأسف إن طولت عليكم. المثل الأولاني قاله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عندما قال أننا عقدنا مسابقة تقدم لها نحو 200,000 من خريجي الجامعات المصرية من أجل اختيار عدد من الذين يحوزون على التكنولوجيا متقدمة أو تعليم متقدم جدا في مجال التحول الرقمي أو في مجال العلوم الرقمية. فاز منهم من 200,000 111 فقط. هذا يدل أننا في حاجة شديدة. طبعا سيادة الدكتور هشام اتكلم عن الجامعات كتير اللي بننشأها والمتقدمة، ولكن التعليم والتدريب في مجال التكنولوجيا الرقمية نحن بحاجة إلى التعاون مع الصين من أجل مستوى أكثر تقدماً في هذا المجال. الملاحظة الثانية أنا بلاحظها شخصياً في مجال عملي، وهو الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة. تعرفوا إيه أصعب مهمة بنمر بها في مرحلة الانتقال إلى العاصمة؟ ليس المباني ولا التجهيزات ولا وسائل التواصل، ولكن تدريب العاملين المنقولين وتجهيزهم لمرحلة التحول الرقمي في مصر. نريد يعني تعاون مصري صيني في مجال التعليم والتدريب في مجال التحول الرقمي. آسف إن طولت عليكم وسعدت بكم جميعا، وشكرا لحضراتكم. شكرا دكتور أستاذ ماطي على يعني كده. وأستاذ ماطي فعلا زار الصين وعايشهم زي بالضبط. يعني مين معانا بقى دلوقتي عشان الوقت؟ كانت المهندسة إيمان الصواف كانت طالبة الكلمة تقريبا، موجودة دكتورة إيمان الصواف؟ طيب حد له اللي عاوز. كان في ناس طالبة، وأنا والدكتورة سمر تقريبا والمهندس إيمان. أنا قلت حد هيتكلم. كان في ناس طالبة على الواتس بس أنا مش حافظ الأسماء. ها ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمت الله وبركاته. دكتورة هالة عبد، مع حضرتك دكتورة هالة عدل حسين. أهلا وسهلا. أهلا بك. أنا الحقيقة بشتغل في صناعة الدواء، وطول عمري بشتغل في صناعة الدواء، وشرفت أن أنا كنت بفاكسيرا فترة 3 سنين، وسعيدة بالتعاون مع الصين في إنتاج المصل بتاعنا ساينوفارم. ودي حاجة من الحاجات اللي الحقيقة من أكبر الحاجات اللي بنتعاون فيها مع الصين. كل المواد الخام بتاعتنا بتاع الدواء من الصين تقريبا معظمها،
في تعاون بيننا وبينهم في صناعة الدواء اللي حضراتكم ما جبتوش سيرتها النهاردة، اتكلمتوا على الصحة، لكن الدواء مهم جدا، متهيألي كلنا احتاجناه في فترة الكوفيد يعني، وكان أول حد تعاون معانا كانت دولة الصين الحقيقة وجمهورية الصين الشعبية الحقيقة، أول حد مدنا بالتطعيمات والفاكسينات، وكان أول تطعيم طلع أو أول فاكسين طلع. الحقيقة أنا بتكلم هنا بخصوص بقى التحول الرقمي في حتة صناعة الدواء، احنا اكيد احنا كلنا بقى محتاجينه، ودي اكتر الحاجات اللي بتمسنا الحياه كلنا يعني. ممكن نتنازل شويه عن الاكل والشرب، ناكل حاجه بسيطه او نقلل احتياجنا في الاكل، او ناكل حاجه اقل او ابسط، بس الدواء الحقيقه ما فيش فيه كومبرومايز يعني، الدواء دواء ولازم هناخده. فانا كنت عايزه يبقى فيه شويه تعاون ما بيننا انا بقى امين عام كمان اتحاد قيادات المراه العربيه، ده اتحاد بيعمل ضمن منظومه العمل العربي في جامعه الدول العربيه. فعندنا دول عربيه كتير افريقيه واسيويه، احنا محتاجين نشتغل كلنا على التحول الرقمي وتاثيره على صناعه الدواء رقم واحد، تاثيره على احمي ازاي الادويه بتاعتي من الادويه المقلده، لان احنا عندنا ادويه الحقيقه مقلدة وكاونترفيتد كتير، مش بس في مصر، في أفريقيا كمان كتير بزيادة. التحول الرقمي هيحللي المشكلة دي كبيرة جدا، لأنه طبعا هيساعدني إن أنا أعمل تراكينج أو تريسينج للأدوية المقلدة عشان أحمي الصحة. أنا شخصيا دي شغلتي والحتة اللي أنا مهتمة بيها، فإزاي هنقدر نتعاون مع المركز في حتة التحول الرقمي فيما يخص صناعة الدواء وحماية صناعة الدواء، وإن إحنا نضغط شوية على الحكومة المصرية إنها تخلي الصين بالنسبة لنا في تسجيل الأدوية بلد مرجعية، لأن إحنا الصين للأسف لغاية النهاردة ما هياش بالنسبة لنا في تسجيل الدواء، مع إن إحنا بنجيب منها كل المواد الخام بتاعتنا، ما هياش دولة مرجعية. يعني لو في دواء في الصين عشان أسجله في مصر لازم بيطلع جهة تفتيشية من هنا للصين عشان تعمل تفتيش على مصر، لكن لو أي دولة من الدول الأوروبية أو دول أوروبا الشرقية أو اتحاد أوروبي ما بيحتاجش الكلام ده. فإحنا محتاجين شوية ضغط، بما إن إحنا في عندنا تعاون بالأولى نحط صناعة الدواء والتحول الرقمي فيها من أولويات الاحتياجات بتاعتنا. شكرا لحضرتك. شكرا دكتورة هلا. الموضوع ده مع يعني مع المستشار التحول الرقمي مع الدكتور فاروق، ممكن اعتقد ان هو يفهم، واعتقد ان هو استاذ سامي في حد بيترجم لسعاده المستشار التكنولوجي؟ استاذ سامي في حد بيترجم له الصوت المايك؟ لا، عاوزين يعني لو كان ممكن يرد علينا دلوقتي، او يبقى في على الاقل يبقى في تواصل بين حضرتك وبين المستشار ده. مشكلة نعمل اي موعد تاني او حتى لقاء تاني. اوصلون للصالونات حضرتك لو حد المترجمة في للدكتور للاستاذ المستشار التكنولوجي لو هي تقدر يعني له رد ممكن يرد على الدكتورة، او يعملوا لو في تواصل يبقى في تواصل بعد كده. يعني هي انا اللي انا فهمته منها ان هي محتاجه تعمل تواصل مع المستشار التكنولوجي في المجال اللي هي عاوزاه، صح كده يا دكتوره؟ اعتقد ان ده اللي هي المطلوب. واعتقد برضو ان الدكتور هشام عنده يعني احنا برضو فيه التحول التكنولوجي المستخدم في المستشفيات الجامعيه في الجامعات برضو بيستخدموه، مش عارف ان كان الدكتور هشام له رد او كده. هو موضوع الادويه الحقيقه والتريسنج بتاع ده موضوع مهم جدا وخطير، وكان في محاولات ليه قبل كده، بس محتاجه زي الدكتوره هاله ما تفضلت يتحط على خريطه الحكومه يعني. فانا احاول اشوف كده مع الدكتور حسام الغفار والمسؤولين في الوزاره، بحكم الدكتور حسام في الصحه كمان دلوقتي، نوصل صوت الدكتوره هاله للمسؤولين ان شاء الله. والأستاذ سامي أنا عاوز برضو المترجمة للمستشار التكنولوجي تكتب هذه النقطة بحيث أن يبقى في تواصل بعد بعدها في للاستفادة، لأن هي ذكرت حاجتين كبير جدا، محتاجين قاعدة بيانات أو قاعدة للتعاون التسجيل الأدوية والحاجات دي، لأن فعلا السيستم ما بيعمل دي حاجات برضو أنا ما فهمهاش، بس هي محتاجين يبقى في تواصل بين المستشار والدكتورة هالة أو من يريدها، صح ولا لا يا دكتورة هالة؟ مش ده اللي حضرتك محتاجاه؟
طيب ايوه اعتقد ان من الاحسن يعني حضرتكم ترسل النمره تليفونكم مباشره الى المستشار التكنولوجي بال سيستم تشات سيستم. ماشي الدكتوره هاله ابعتي لي الرقم بتاع حضرتك على المسنجر بعد وقتها ان شاء الله يبقى في تواصل بينكم وبين ايه مع بعض. معانا الدكتور محمد فريشه. شكرا دكتور حلاوه، نحن مسرورين بالتواصل معك. طب لحظه يا محمد، لحظه يا دكتور محمد، معانا بس المترجمه كانت تترجم عن المستشار. اتفضلي يا استاذ. نعم شكرا دكتور حلاوه، وكما قال الدكتور مستشارنا جان هواشن، اننا مسرورين بنحافظ على التواصل معكم، وممكن نبقى رقم تليفون نسجل رأينا رقم التليفون عبر تشات، سوف نحفظها، نحفظ على تليفون رقم تليفونكم ونحصل على اتصال تواصل فيما بعد لنناقش المعلومات الخاصة والمواصيل. شكرا لحضرتك. اوكي اوكي دكتور محمد ريشة. يا دكتور السلام عليكم. هل انت في الصين ولا هنا دلوقتي؟ انا في الصين وسهران ومستنيكم عشان اشوف اللقاء الجميل. قاعد في ده في اسمها في كوانزو باين. طب فين؟ في وهان. في وهان ده مصدر الوباء، خدوا بالكم، يعني هو كان عايش هناك من اول الوباء ومصمم انه ما يجيش. استاذ محمد استاذ في كليه الطب هناك، وهو اصلا من جامعه بنها، وكل الناس جت هو قاعد هناك. اتفضل يا دكتور محمد. شكرا جدا على اللقاء، وشكرا لسعاده المستشار وطبعا الاستاذ دكتور. انا عاوز برضو منك يا دكتور محمد، عاوز برضو بعد ما تقول السعادات بتاعتك في النهايه، عاوزك تقول لنا ماذا استفدت من خلال انت كطالب باحث علمي، انت يعني بتعمل دكتوراه وكده او باين بعد الدكتوراه مش كده؟ انا خلصت بعد الدكتوراه. بعد الدكتوراه ماذا استفدت في مجال التحول؟ بس النقطه دي لان احنا لنا لقاءات ثانيه هتبقى تشارك انت فيها برضه، فانا عاوز برضه تدينا تجربه لزملائنا الاعزاء الباحثين ازاي استفدت من جامعه وهان هناك في التجربه دي. وتفضل اتكلم. اتفضل. هو طبعا انا كان ليا استفسار بس، هل انا طبعا سعيد ان الجامعات الاهليه الجديده ليها بنى تحتيه تبع الشركات الصينيه زي ما معالي الدكتور تفضل وقال، بس انا كان استفساري هل الجامعات الحكوميه لها مشروع موازي ولا هي بتعتمد على الكوادر بتاعتها للتطوير الذاتي ان هي تطور ابلكيشن بنفسها او كده. بس ده كان السؤال الاستاذ. رد عليك الدكتور هشام. لا هيرد عليك. وعاملين لا ده عاملين ده بكره، انت في جامعتكم بكره السبت تقريبا في مناسبه هناك عاملينها. انا متابع. ايوه أنا هو متابع. هو تعاون بين الصين وبين الدكتور هشام وكله هيحضر والوزير هيحضر يعني. اتفضل يا دكتور هشام رد عليه. عندنا مجمع لمشروعات التعليم العالي في الجامعات الحكوميه فيها 6 محاور بتكلفه تزيد على ال 4.7 مليار لتطوير البنيه التحتيه بالجامعات والنظم والمنصات والسمارت يونيفرسيتي برضو مشروع شغال بقاله 3 سنين. ففي لا في شغل كتير جدا في الجامعات الحكوميه، بس المجال ما تطرقش يعني الوقت ما سمحش ان احنا نستفيد في شرح المشروعات دي الحقيقه اللي شغاله بقالها 3 سنين وقربنا نشوف ثمارها. يعني مجال معامل الاختبارات الالكترونيه اللي في الجامعات الحكوميه، معالي الوزير والامين المجلس دكتور لطيف يعني في المجلس الاعلى اللي فات كان من 4 ايام كان السبت اللي فات في الوادي الجديد اشاروا ان مراكز الاختبارات الالكترونيه بقت مزارات جوه الجامعه. ففي تطوير كبير في البنيه التحتيه وفي الخدمات للجامعات الحكوميه، وعندنا مبادره اسمها مبادره طالب رقمي ازاي الطالب يستفيد من الخدمات الالكترونيه بصوره مجمعه في حياته الجامعيه من ساعه ما بيجي من الثانويه العامه لغايه ما يتخرج. في تفاصيل كتير الحقيقه، بس تقلقش يا دكتور محمد، شغالين مع الجامعات الحكوميه طبعا بعنف يعني ان شاء الله. تمام يا دكتور، ده حاجه تسعدنا كلنا، وطبعا كله هيبقى في صالح الطالب وفي صالح العمليه التعليميه بشكل عام. طب عاوز منك في كلمتين يا دكتور. أيوة محمد. ايوه انا هتكلم. ايه اللي عندك بتشوفه مش موجود عندنا؟
في كلمتين كده عشان تحمسنا شوية. يعني في نقطة مهمة جدا، هو طبعا معالي الدكتور اتكلم على الميديكال ريكورد أو السجل الطبي، في وازي ليه برضو في القطاع الصحي، بيبقى اللي هي الماشينز او الالات اللي بتبقى موجوده. يعني انا مثلا لو بروح اعمل تحليل في مستشفى في خلال 10 دقائق بيبقى معايا باركود بحطه على المكنه وبيطلع لي التحليل مطبوع، مش بحس ان انا بنتظر كتير او كده. تحليل دم او تحليل اي حاجه من دي بيبقى عمليه مميكنه. الجزئيه الثانيه، احنا في الفتره الاخيره بيتم اللي هو التحليل الكورونا بشكل دوري، فحركت تخيل ان في تقريبا سكان وهان حوالي 10 مليون او 11 مليون، فبنعمل التحليل في يوم واحد والنتيجه بتطلع يعني بعدها بست او ثمان ساعات على السيستم، وبتتعمل في وقت قياسي. يعني انا لما بروح في الطابور تقريبا ما باخدش، بيبقى مثلا 200 واحد في الطابور، فانا كل اللي باخده تقريبا اقل من خمس دقائق. يعني هو بندخل، هو دلوقتي هم عاملين بالاي دي الصيني بالنسبه للمواطنين الصينيين، بيدخل على الماشين بيحط الاي دي اوريدي بيتسجل بياناته، بيخش يعمل المسحه ويخرج من الناحيه الثانيه وخلاص. احنا ممكن ان احنا بناخد مثلا 30 ثانيه او حاجه زياده عشان خاطر بنسجل بالباسبور، فده حاجه يعني كان لو قسناها عن وقت ما بدا الوباء طبعا في تطور رهيب جدا. كل مره بروح نعمل فيها التحليل بيفاجئونا بصراحه بالسيستم ان هو اتطور. كمان في النقطه الثانيه ان هنا كل جامعه ليها زي الهيلث كود او اللي هو الكود الخاص بالصحه، يعني بسيستم خاص بيها. يعني جامعه وهان، انا تبع جامعه وهان، ليها السيستم الخاص بيها، بنسجل عليه درجات الحرارة، بيبقى فيه ان احنا نخرج او ندخل من الجامعة بسهولة لو في مثلا وقت ما يحصل عزل او ان الجامعة بتتقفل لأسباب صحية، بيبقى معروف من اللي جوه الجامعة، في متابعة للناس صحتهم. كمان في بشكل دوري بيتبعت لنا رسائل بالأخبار اللي بيحصل، يعني الهيئة بتاعت مقاومة الوباء في ووهان بتبعت لنا بشكل دوري التطورات، ايه اللي ناخد بالنا منه. كمان الحاجة اللي كان فيه ظهر حالات هنا في ووهان، كانت ناس عابرة من يعني جايين من مدينة تانية للتدريب هنا في ووهان، وحصل ان هم يعني اعلنوا ان هم اتصابوا، فكانت المتابعة دقيقة جدا من خلال البيج داتا، تتبعوا الارقام تليفوناتهم والناس اللي كانوا حواليهم في إطار مثلا حوالي 800 متر، وبعتوا رسائل للناس دي كلها، كل اللي كانوا حواليهم إن خلال طبعا التحليل للبيج داتا، إن هم يفضلوا في أماكنهم بحيث إن هم يعملوا لهم تحليل بحيث يطمنوا إن هم هل المخالطين يعني لقطوا العدوى أو لا. وده طبعا كان حاجة إن هي سيطرت على الوضع قبل ما يتفاقم يعني، والحمد لله ده بإيجاز يعني. شكرا يا دكتور محمد. استاذ عماد الازرق، لك مداخله ولا قاعد بس وخلاص؟ استاذ عماد، طب حد تاني له اي مداخله؟ حد يا جماعه له مداخلات؟ انتوا مش عارفين تفتحوا المايكات ولا ايه؟ حد له محتاج؟ دكتور الصاوي، ازي حضرتك؟ الدكتور ناصر. يا ريس اهلا بك. اهلا بالدكتور ناصر. دكتور ناصر عبد الحال ده السبب المعرفه بالصين، ما كنتش هو ده مدخل للصين، هو السفير محمود علام من سنه 2007 او 8 تقريبا 7. هو كان بصراحه صاحب الفضل. اتفضل يا دكتور ناصر. اهلا بحضرتك. اهلا دكتور ناصر، وكيل كليه الألسن جامعة عين شمس ومستشارنا السياحي السابق في الصين. تفضل يا دكتور ناصر. شكرا لحضرتك وللمكتب او المركز الثقافي السيد سامي يانغ، وسعيد بان انا حضرت المحاضره للدكتور هشام فاروق والمستشار العلمي والتكنولوجي جانغ، وبمداخلات الزملاء الحقيقه من الحضور الكرام. هو يمكن انا عايز بس عشان حضرتك والزملاء اللي حاضرين معانا، يمكن معالي الدكتور هشام تطرق لمجالات عده منها المجال العلمي والتعليمي
ومنها المجال الصحي إلى آخره. إنما الحقيقة إحنا كنا عشنا تجربة التحول الرقمي في مصر يمكن من زمان. مصر فيها تحول رقمي، والدكتور هشام أقدر مني في هذا المجال، ولكن مع وخصوصا القواعد البيانات الكبيرة اللي كانت بتعملها الدولة المصرية يمكن بدأت سنة 2015 بشكلها الأكبر يعني والحجم الكبير، ويمكن التحول الرقمي اللي حصل على مستوى الجامعات المصرية والجامعات الحكومية بالذات كمان أنا عشتها بنفسي في عملي كوكيل كلية تعليم الطلاب، شاهدنا تحول رقمي في كافة المجالات المتعلقة بالطالب من أول التسجيل لحد التخرج. أصبح هناك رقمنة للمنظومة كلها الحقيقة، وأصبح الطالب يحصل على شهادة التخرج رقمية بنظام إدارة الجامعة الإلكتروني، شؤون الطلاب، الدفع الإلكتروني للمصروفات، التقديم على كل التماسات الامتحانات، الأعذار، الحصول على أي خدمات تعليمية. طبعا الفضل الكبير للدولة المصرية واتجاهها وزارة التعليم العالي. دي تجربة أنا بس بطمن إخواننا اللي كانوا حاضرين بيسألوا إن فعلا إحنا عشناها وفخورين بيها يعني اتحققت في مصر. بس يمكن الصين كانت بدأت قبلنا بفترة طويلة، يمكن التحول الرقمي المالي في مجال المال والأعمال، في مجال المصارف والبنوك الحقيقة في الصين يمكن بدأ شوية بدري عننا وعشناها بنفسنا فترة طويلة. وأعتقد أن مصر الآن بدأت تخطو بقوة وبسرعة نحو هذا الاتجاه، والكوادر الموجودة في مصر الحقيقة مؤهلة وأثبتت قدرتها على التحول الرقمي السريع. خلال سنتين فقط من الزمن وصلنا لما وصلنا إليه عن تجربة شخصية في مجال البنوك وفي مجال التعليم العالي، وأعتقد التحول اللي جاي في مجال الصحة أيضا هيكون أفضل وأفضل. ده كانت مداخلتي اللي بشكر بيها حضراتكم، وبشكر السادة المحاضرين في هذه النودة، وشكرا لحضرتك. شكرا. حد يا جماعة له أي تعليقات؟ دكتورة يمنى القولي ليكي تعليق. دكتورة عماد، أستاذ عماد الأزرق، هل في من تعليقات ولا أنا؟ طيب هنشوف الدكتور فاروق هشام، حضرتك ليك بقى تعليقات على ما تم من مداخلات؟ دكتور هشام. الحقيقة أنا برضو متابع الشات، ففي تواصل وتفاعل كده مع الدكاترة والسادة الضيوف في الشات، وفي برضو المهندسة إيمان بتقول عندهم مركز متخصص في التدريب، ونتمنى التواصل ومداخلة الدكتورة هالة والدكتور عبد المعطي والدكتور عبد الناصر. الحقيقة يعني التفاعل قوي، ونتمنى تكرار التجربة ونتواصل على الملاحظات دي بعد الندوة إن شاء الله، ما يكونش كده ساعتين وعدوا، نكمل إن شاء الله الملاحظات دي ونكمل عليها إن شاء الله. طيب حد أي اتفضل. نعم دكتور، مستشار التكنولوجي هو يريد ان يضيف بعد المراحل. نعم تفضل. طبعا هو طبعا قلت لك 有很多的合作的机会。第二个呢，是在去年的这个十一月份，总书记习近平总书记啊，就提出了这个九项工程。九项工程里面，其中有一项就是中非合作的九项工程。九项工程里面，其中一项就是专关于针对这个数字创新工程的。这里面有几个，有几个非常重要的这个就是合作的领域，包括这个就是遥感卫星，包括这个就是联合建立实验室伙伴研究所，联合建立创新基地。 أنا سمعت الأسئلة والكلام والملاحظات من الدكاترة أعلاه، وبالنسبة إلى التعاون بين الصين ومصر في مجال التكنولوجيا وعلوم التكنولوجيا والابتكار، أظن هناك فرص كثيرة
وكيف كيف نقرر هكذا عندي نقطتين. النقطة الأول لأن لدينا مفهوم واحد وطريق مشتركة، طريق هو طريق الابتكار، ولدينا مفهوم واحد للابتكار لنتوجه إلى التكنولوجيا والابتكار، فسوف يؤتينا الفرصة أكثر لنتعاون في مجال التكنولوجيا والابتكار. الثانية، النقطة الثانية، في نوفمبر 2021 كان ذكر رئيسنا رئيس الصيني شي جين بينغ في منتدى التعاون الصيني الأفريقي، هو كان ذكر برنامج تسعة، مشاريع تسعة. وبالنسبة للمشاريع التسعة هذه، ذكر واحدة من المشاريع هذه هو مشروع الابتكار التحول الرقمي، ويشتمل هذا المشروع على استشعار البعد، ويشتمل على مشروع استشعار البعد والمعاهد البحث العلمي الشريك وقواعد الابتكار والتكنولوجي، وأيضا انتجاحات تنمية اقتصاد الرقمي الأخرى. فأنا أستعد لنبذل الجهود مع دكاترة كلكم، ونستعد للتعاون مع مصر في تعاون في مجال الابتكار والتكنولوجي. وشكرا. شكرا لمعالي المستشار وترجمة، وشكرا لكل الزملاء. لو في حد بقى عشان نختتم، حد يحب الدكتور محمد السيد من الكويت معانا، ما لو ليك مداخلة دكتور محمد. أهلا دكتور محمد، عميد كلية الأداب جامعة المنيا السابق، وهو حاليا في الكويت ومشاركنا برضو. لو ليك أي سؤال أو استفسار عشان إيه نختم بقى بيك بحضرتك كده يعني. لا لا أبدا، أنا عموما يعني طبعا بشكر سعادة اللي هم المشاركين، وأنا يعني من عدم حسن حظي يعني إن أنا ما حضرتش من البداية، فيعني لظروف كده طارئة خاصة بالعمل، ولكن أنا طبعا فقط لا أريد أن أقول أن العلاقات المصرية الصينية هي علاقات يعني كانت ممتدة منذ أجيال طويلة، وواضح أن في الفترة القادمة مصر يعني تولي هذه العلاقة اهتماما خاصا، وعندنا وعي كبير جدا على كل المستويات السياسية بأهمية هذه العلاقة. وإحنا بالنسبة لنا إحنا تهمنا العلاقات الثقافية، ده اللي إحنا محتاجين. وطبعا معنا الدكتور الصاوي، أعتقد أنه هو يعني يستطيع هو وغيره أن يسهموا في ذلك. العلاقات الثقافية تحتاج الصين للأسف الشديد، بالنسبة لنا إحنا اللي هو من ناحية الثقافية أقصد الأدب والفن والفكر الصيني، ليس بحجم مثلا الاقتصاد الصيني بالنسبة لنا احنا المقصرين وليس هم. فمن هم مثلا الكتاب الصينيين المشهورين الكبار اللي هم انتجوا شعر وادب وفن وثقافة؟ من هم الفلاسفة الصينيون؟ من هم حتى العلماء الصينيون؟ والصين الان تكاد يعني قريبا هتكون يعني تحرز المركز الاول حتى في مجال العلم. فانا اعتقد يعني ان هي دي النقطة اللي انا دائما اتحدث فيها، وان شاء الله انا على المستوى الشخصي هابدا احول يعني اهتماماتي واتجاهاتي إلى هذه الحضارة العظيمة التي تضاهي الحضارة المصرية القديمة العظيمة، وأرجو من كل المهتمين أن يفعلوا ذلك، وشكرا لكم. شكرا يا دكتور محمد. ومعنا المستشار سامح رمضان طالب الكلمة. حضرتك جاهز مستشار سامح رمضان؟ مش تفضل يا سعادة المستشار طالب الكلمة. هو رحمين. طب الأستاذة رقية عماد طلب الكلمة. أتفضل دكتور الصاوي. مع حضرتك الدكتورة فاطمة فؤاد، ورقية دي بنتي. أهلا زميل.
الرئيسة بتاعتي يا جماعة دي الرئيسة دي الرئيسة بتاعتي بس ما تطوريش يا رئيسة. اتفضل اتفضل يا دكتور. كل سنة وانتم طيبين ورفضنا فؤاد. وانا اسفة ان انا دخلت متأخرة والله معذرة كان النت فاصل بس كنت اود ان انا احضر من اول اللقاء يعني. حبيت امسى على حضراتكم ولكم صوم طيبين وانا يعني دخلت متاخر معذره مش هطول يا استاذنا. اتفضل وان شاء الله تعالوا في لقاءات اخرى باذن الله ان شاء الله. طيب الله يخليك دكتوره كريمه عمر. مساء الخير دكتور استاذنا الدكتور الصاوي. مساء الخير انا فعلا عاوز بص يا دكتور انت بتاع تحول رقم انت مكتبات يعني تكنولوجيا أيوة معلومات. انا لسه عايز اقول بقى فين الـ فين الـ فين الـ فين مجال التكنولوجي بقى في مجال الثقافه بقى يعني احنا لسه بنتكلم بنقول التكنولوجيا والتحول الرقمي فين التعاون التكنولوجي والتحول الرقمي اللي بين الجانب الصيني والجانب المصري يعني احنا عرفنا في مجال التعليم الثقافه على فكره هم هناك ممكنين كل الحاجات الثقافيه ديت والمخطوطات وعندكم مخطوطات وعندكم حاجات لازم تتدخل في التحول الرقمي لميكانتها يعني او تحولها بقى تحول رقمي يعني مفروض. طيب ممكن تعملوا بقى لقاء تواصل مع المستشار التكنولوجي وتشوفوا حل للمشكله ديت لان فعلا في احنا محتاجين عندنا تراث كبير جدا من المخطوطات الاثريه في محتاجين ان احنا زي ما بيقولوا ايه نرقمنها يبقى في تبادل ثقافي بقى بين ما هو قديم وما هو حديث يعني بين المخطوطات والوثائق يعني عشان نعرف عاوزين ايه محتاجينه يا دكتوره كريمه في هذا التكوين يكون في تعاون بين ثقافي بين احنا من 2019 من اخر ثقافي موجود يا دكتور الثقافي موجود عرضها الجانب دكتورة. الصيني ايوه دكتوره احنا في مجال الثقافه ما انت مشاركانا من زمان المجال الثقافي ما فيش مشكله احنا بنتعاون لكن احنا بنتكلم دلوقتي عن التكنولوجي في مجال عندكم في الهيئه ايه اللي انتم محتاجينه في مجال التكنولوجي في الهيئه العامه للثقافه والعامه الكتاب وزاره الثقافه مجال التكنولوجي عندنا احنا عندنا المجال التكنولوجي عندنا يعني الدنيا يعني طيب مش يعني محتاجين انا فاهم يعني الاطلاع يعني كلها كده محتاج تحاولوا يا ريت احنا بندعو المستشار في الجانب التكنولوجي للهيئه. ماشي لو عندك اي مقترحات ممكن تعملوها وتتقدم للمستشار بتاع خلاص يعني ابعت رقم التليفوني على الشات ولا ماشي. يكون عن طريق حضرتك ابعت له انا ابعت له انا ماشي يلا ما فيش مشكله. طيب حد تقول له اي استفسارات بقى عشان ايه نختتم. طيب في حاجه لك يا دكتور هشام تحب تقول كلمه في الاخر دكتور هشام صوت راح دكتور هشام صوت راح خالص. طيب هنختتم انا بشكر حضراتكم على هذا اللقاء الثري والحماس اللي عند الساده الضيوف كلهم وان شاء الله يعني نكون اداه او خطوه كده في ان احنا نتواصل ونوصل الاراء دي لصاحب القرار وناخد الملاحظات الفعاله دي على محك التنفيذ ان شاء الله على طول ان شاء الله. هو كان معنا الأستاذ مسامح رمضان المكتب الفني لمساعد وزير العدل مش عارف برضو ما عموما آخر بقى الختام لمعالي الأستاذ سامي يانجا المستشار الثقافي وصاحب العرس يعني فهيختتم لنا بقى إن شاء الله. أستاذ سامي فضل. شكرا جزيلا على كل الحضور يعني ونشكركم شكرا جزيلا وخاصة نشكر الدكتور ساوي والدكتور هشام فاروق المساعد معالي وزير التعليم الأعلى والبحث العلمي والمستشار جان المستشار التكنيكي تكنولوجيا بالسفارة الصينية ونشكركم شكرا جزيلا جميعا وطبعا على وقت دائما يكون ما يكفيش ما يكفي لنا
يعني لو ولكن على كل حال السفارة الصينية ومركز ثقافة الصين وهنا مستعدين في أي وقت بالتعاون وبتبادل مع رؤيتنا يعني مع أصدقائنا المصريين. وفي بعض الأسئلة ممكن نتواصل مع بعض ونتشاور ونتعاون فيما بعد. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للجميع. شكرا جماعة وشكرين جدا، وإن شاء الله لقائنا الشهر القادم وهنشوف معانا يعني إما الأستاذ عبد المعطي إما بقى الدكتور هيثم وكيل التعليم العالي. يا دكتور هشام عاوزينك تجيبه لنا عشان لأنه هو مشغول، لأن يعني هنتكلم برضه عن التعاون العلمي بين وزارة التعليم العالي والصين. يعني عندنا مقترحين إن شاء الله، وبرضو أطالب الزملاء اللي له أي موضوع يحب يناقشه في الصالون يبعت لنا عليه، لأن احنا بنعمل الندوات بتاعتنا تلبية لرغبة الجمهور وليس تلبية لرغبتنا احنا. يعني دي دايما بتبقى رغبة من الجمهور سواء الصيني أو المصري، بنلبيها إن شاء الله من خلال الندوات القادمة. وأكرر شكري لمعالي المستشار أستاذ سامي مستشار التكنولوجي والدكتور هشام والسفارة الصينية والجند المجهول اللي عمال عامل معايا الشغل ده كله الأستاذ فادي اللي مش بيظهر. بشكره كبير جدا، الدوينمو ومصمم وهو داير الحركة من الخلف الستار. فأنا بشكرك يا أستاذ فادي جدا جدا، وبشكر كل أعضاء السفارة لهذا الإنجاز العظيم، وإن شاء الله نلتقي الشهر القادم.